هاي، اي هوب يو جايز ار اول دوينغ جود. اليوم فيديو جديد، يا ام سو هابي. الموضوع ديال اليوم هو موضوع جد جد مهم، سمعوني مزيان. شوفوا هاد الفيديو غيكون قصير ولكن اهميته كبيره كبيره بزاف، غنفعكم بزاف، غتعاونكم في شحال من حاجه. شحال من واحد فينا كيسمع صوم الدوبامين، لا دوبامين، بحال هاد المصطلحات. بس اول حاجه انه ديجا سي كوا لا دوبامين. لا دوبامين سي ان نورو ترانسميتور اللي كيكون عندنا حنايا في الدماغ ديالنا، واللي كيلعب واحد الدور كبير باش انه عنده بزاف ديال الادوار. فهي واحد المعادله اللي شحال من واحد ما كيقدرش يتحكم فيها. الا تحكمتي في هاد المعادله غتقدر تحكم في شحال من حاجه في حياتك اون جينيرال. فهاد الدوبامين اللي قلت لكم عليها اتس لايك ا تريك، اون فوا عرفتي كيفاش تلعب به دماغك غيولي بحال شي لعبه بين يديك. فشنو كنقصد؟ شحال من واحد فينا كياخذ هاد الدوبامين ولا هاد الهرمون كوسيله باش انه يوصل الاهداف ديالو، which is good، هذه افضل حاجه تقدر ديرها. ولكن كاينين بزاف عاوتاني ديال الناس اللي كي دي تشيز دوبامين، يعني كيحاولوا انهم يصادوا لا دوبامين، وهذه الحاجه ما مزيانهش. ناخذ مثال مثلا ديال السوشيال ميديا. فاحنا في السوشيال ميديا ديما كنحاولوا نعرفوا شي حاجه جديده، ولا كنخافوا مثلا شي حاجه تدوز علينا وحنا ما عارفينهاش، فكتلقانا ديما كنسكرولي وريل من ريل لريل، فوتو لفوتو، حنا كنقلبوا على جديد، او بالاحرى كنقلبوا على لا دوبامين اننا نوصلوا لها. بينما انه الواحد اللي كيعتبر لا دوبامين كوسيله فكيستغلها، يعني كيستغل هذا الهرمون هذا باش انه ينجز في حياته شحال من حاجه. فهذه هي الطريقه اللي كانوا كيستعملوها الناس ديال كريم، اللي ما كانش التلفازه، ما كانش التليفون، ما كانش التشويش اللي كاين دابا في هذا الجيل ديالنا. كاينين لايك بزاف ديال الناس مثلا كتلقاهم اون فوا كيساليو خدمتهم كيكافئوا راسهم بشي حاجه، فهنا كاينه المكافاه اولا كتفيق هذاك اون فيت لورمون ديال الدوبامين اللي كتحفزك انك تستمر باش دير ديك الخدمه. كتفرج في يوتيوب دابا كتشيزي لا دوبامين. كل مره مشيتي مثلا كتمشى وكتصنت الموسيقى بلاصه ما تصنت والو، فراك يوتشيز لا دوبامين. ملي كتلقى راسك ديما كتشيزي لا دوبامين، يعني كتاكل مثلا الماكله مثلا الفاست فود، لايك كتفرج في يوتيوب كل مره دي ريلز، فهنا كيولي دماغك ديما مولف لا دوبامين اولا مولف داك المكافاه بدون اي مجهود. هنا ملي كتجي كتبغي دير شي حاجه ولا شي تمرين ولا تبغي تقرا شي كتاب ولا شي حاجه، كتلقى راسك دغيا كتمل، ما كتقدرش انك تكمل، حيت علاش؟ دماغك ولف انه ياخذ لا دوبامين باسهل واسرع طريقه ممكنه. حنايا كالطبيعه الانسانيه ديالنا كيكون عندنا المانكي برين ديالنا اللي ديما كيبغي الراحه، كيبغي الحاجه السهله، ما كيبغيش انه يفكر بزاف او يدير مجهود باش انه يوصل للحوايج اللي بغاهم. فداكشي علاش هاد المانكي برين هو اللي ما كيخليكش انك مثلا دير شي حاجه اللي فيها ابداع ولا فيها انك تفكر تستخدم دماغك، كيخليك ديما تمشي تشوف غير لي غيل، تبقى في السوشيال ميديا وما دير والو. واسهل طريقه غنقدروا اننا نديروا بها هادشي اللي قلت لكم، وهي اننا نربطوا ما بين لا دوبامين والخدمه، ماشي لا دوبامين والراحه ولكن لا دوبامين والخدمه اللي بغينا نقولوا. مثلا انا درت شي حاجه، خدمت شي في بروجي، ولا اسهل مثال انني مثلا قريت كتاب، فهنا غنكافئ راسي بشي حاجه، شوكولا ولا كوكسو، كل واحد كيفاش يقدر يكافئ راسو. ولكن هنا دماغك غيفهم انه بيسك قريتي كتاب دونك غنتكافئ على هذا الشيء اللي درت، دونك غيبغي يقرا كتاب اكثر. بينما انه الا مثلا غير كتكافئو بلا ما دير والو، فهو اصلا ما غيبذل حتى شي مجهود انه يتعلم او لا يدير كوكسو. وتحاول ما امكن تربط لابيتود ديالك مع لا دوبامين. مثلا بغيتي تقرا كتاب تربطها مع لا دوبامين، هذا الشيء كيحتاج وقت. الدماغ ديالنا كعضله بحال اي حاجه ولا بحال اي عضله، ضروري خاصك الوقت باش انه يتمرن، اولا خاصو الوقت باش انه يولي مزيان في ديك الحاجه اللي بغى يتعلمها. نفس الحاجه سواء طورتي من راسك سواء ما طورتيش من راسك، ف الوقت ما كيحبسش، والوقت دايز دايز الغد لي جاي جاي. فافضل حاجه وهي انه ديك العاده تبدا انك تبناها. الحل الوحيد اللي هو انك دير صوم الدوبامين ولا ديتوكس ديال الدوبامين. فيعني هاد الصوم الدوبامين ولا ديتوكس ديال الدوبامين كيقول انه من الاحسن الحوايج اللي ما غينفعوك حتى شي حاجه ولا كيجيبوا لك الدوبامين، من الاحسن تحبسها. بحال مثلا يوتيوب، بحال مثلا انك تفرج في يوتيوب في حوايج اللي ما غينفعوك حتى شي حاجه. كنهضرش على الفيديوهات ديال التنميه الذاتيه ولا الفيديوهات اللي غينفعوك بحال هاد الفيديوهات، كنهضر على داكشي اللي يعني الضحك والتفليه اللي ما غيدفعوك حتى شي حاجه. الماكله ديال برا
اللي ما غتنفعك حتى شي حاجه، ولكن اللي كتجيب لك لا دوبامين، تعرف انها كتدمر صحتك ولكن كتاكلها. سو هنايا الصام ديال الدوبامين كتقطع كل شيء، يعني كتولي كتعيش هيلتي في جميع المجالات. مدة ديال 15 يوم كتحاول تحبس كل شيء، لي نوتيفيكاسيون ديالك كتحبسهم، حتى التليفون الا بغيتي تحيد فيه لي كولور كاين اللي كيحيد لي كولور، كيدير غير الكحل والبيض، ولكن انا بالنسبه ليا كنخلي يعني لي كولور. كتحيد غير الحوايج اللي نيسيسير انك تحيدهم. فوا كتحبس الحوايج اللي كتكون فيهم لا دوبامين بزاف واللي كتقدر انك توصل ليها بلا حتى شي مجهود، بحال كدير ريسيت للدماغ ديالك، كيولي يشوف الحوايج اللي خاصهم فريمون الجد باش انه يوصل لذاك المكافأة او لذاك لا دوبامين، وكيبدا يدير الحوايج اللي مملة، كيولي يتفاهم او لا كيولي يفهم انه دوك الحوايج المملة هما الحل الوحيد اللي يقدر ياخذ بهم لا دوبامين، وهنا كيقدر يدير الحوايج الصعاب اللي انت باغيهم. فهنا ملي كنهضروا على حد صام الدوبامين، شنو كيوقع لذاك المانكي برين اللي هضرنا عليه؟ ما كيبقاش يلقى بحال كنحبسوه في شي كاج، كيولي تالف وما كيعرف شنو يدير، تالي كيتكمش في حالته، و كنقدروا اننا نتحكموا في دماغنا ونديروا داكشي اللي بغينا. صراحه هادشي اللي هضرنا عليه ماشي بالضروره زعما تفورسي على راسك انك دير هادشي كامل، ولا زعما تعذب راسك ولا شي حاجه. خصكم تعرفوا انه الخدمه هي زعما اتس ا فان ثينك، الا كنتو مثلا كتخدموا في شي حاجه اللي ما كتعجبكمش، ف من الاحسن انه الخدمه اللي كديروها تكون ديجا كتعجبكم، باش ما تسماوش انه غير كتضيعوا حياتكم وكتضيعوا وقتكم بلا حتى شي فائده. الناس شحال هذا ملي كيخدموا ما كيعتبروهاش انها زعما اتس ا جوب او شي حاجه اللي يو هاف تو دو ات، الا ما درتيهاش راه شي حاجه اللي لايك واو. فهما كيعتبروها حاجه اللي فان، حاجه اللي زوينه، حاجه اللي اي واحد خاصو يديرها. كما كنقولوا كاين واحد المثال، المثال ناري العربيه مشات، كاين واحد المثل، المهم فهمتوني ياك، بالعربيه كيقول زعما اللي كيبغي الراحه خصو ضروري تخدم، الا ما خدمتيش فرق ما غتحسش بالراحه، ما غتحسش بالراحه. تخيل معايا شي حد كيكون مرتاح 24 ساعه على 24 ساعه، فندرك واش غيحس بالراحه؟ ما نظنش. بينما انه شي حد كان عيان خدام مثلا من 8 حتى 6 ودخل للدار ديك الساعات، هذاك غيحس بالراحه. هادشي صراحه اللي قلنا اس سكيل اللي اي واحد فينا يقدر يتعلمو، و الى سورتو الى كنتي مثلا فشي بلاصه في حياتك اللي بغيتي انك تافونسي وبغيتي دير شحال من حاجه في حياتك، فادعي انه دير نفس الحوايج كل نهار وتمنى انه يجيو مثلا نتائج مختلفه. فكان كيقول اينشتاين انه واحد كيكون حمق انه الا بقى كيعاود نفس الحوايج وكيتسنى نتائج مختلفه. الله اكبر، تسالي الادم كما. فالسبب اللي كندير لكم دابا في هذا الفيديو هو انني حتى انا كنعاني من نفس الحاجه، فاي انسان كتلقاه كيعاني من هذا اي واحد في هذا الجيل كتلقاه كيعاني من هذا الشيء ديال السوشيال ميديا، بزاف ديال الحوايج كيقدروا يوقعوا لك في واحد الظرف اللي صغير بزاف، وكتلقى راسك عندك بزاف ديال المعلومات وعندك بزاف ديال الحوايج، لايك اتس جاست تو ماتش. الواحد لقيتها كت لايك دوبامين، يعني سهل انك توصل لدوبامين في هذا الجيل اللي عندنا دابا. الطريقه اللي شاركت معكم واللي شرحتها لكم هي الطريقه الوحيده لحد الان اللي تقدر انك توصل بها لي زوبجيكتيف ديالك. فريمون ملي كنهضر على يعني الطريقه ديال لي زوبجيكتيف، فاعتبروها بحال ام مايند سيت اللي خاصكم ضروري تفكروا بواحد اون سيغتين مانيير باش انكم توصلوا لواحد النتائج او لواحد الاهداف على حسب كل واحد وشنو باغي يوصل. ملي كتبدا تحكم في دماغك وتحكم في هاد الهرمون او لا فات الدوبامين، سي نورو ترانسميتور، ولكن نقدروا نعتبروها هي حتى هي هرمون. فكيف ما قلت لكم الحاجه خص تولي فن، ماشي كنديرها حيت انا خاصني مرغم اني نديرها. فالخدمه اون جينيرال هي ماشي شي حاجه اللي خايبه، بالعكس. تخيل معايا الناس شحال هادي راه كانوا كيشوفوا الخدمه شي حاجه اللي اتس ا بيربوس، شي حاجه اللي خاصك ديرها، خاصك توصل. بالاخص الا كنتي كتقدم شي قيمه مضافه، ولا كنتي كتعاون شي حد باش انه يوصل شي بلاصه او يتعلم شي حاجه في اي حاجه، ماشي بالضروره تكون شي حاجه اللي واو ولا كبيره، بمجرد انك تعاون شي شخص، مجرد فكره ولا بمجرد مثلا جمله قلتيها لي واثرت فيه، سورتو في السوشيال ميديا ملي كتبارطاجي فيديوهات وكتبارطاجي شحال من حاجه، بالماس كيجي عندك شي واحد كيقول لك ديك المره في داك الفيديو قلتي هادي وهادي وهادي، وتيلمون ماركاتني وتيلمون غيرت فيا شحال من حاجه في حياتي.
فهنايا كتشوف راسك انه راك فريمون كتعطي واحد القيمه المضافه للشخص الاخر. نفس الحاجه بالنسبه للخدمه، الخدمه في اي دومين حاول ما امكن انك تعاون الاخر، تعطي شي حاجه تفيد الاخرين. يعني في الدنيا كاملين دايزين، فاهم حاجه هو داك الشيء اللي غتخلي ولا المعلومه اللي غتخلي او الاثر اللي غيبقى. الا بغيتي تكون بروداكتيف لايك في مختلف نواحي حياتك، شحال من واحد كيقول لك لا مثلا ملي كنبغي نقرا ما خاصش حد، الا جا عندي شي حد ما كيخلينيش نقرا عني انا، صراحه نقول لك انه اتس لايك لي شوز اللي صغارين هما اللي كيتلفونا وهما اللي كيخرجونا وهما اللي كيخرجونا على النقطه ديال التركيز ديالنا غالبا. فالمشتتات بغيت نطق ليا اللي كاينين دابا السوشيال ميديا، لايك غير الا جاك ميساج من مثلا شي حد في واتساب ودخلتي اغي غنقرا هذا الميساج وغنخرج، كتصدق راسك ساعتين، كتصدق ساعتين ثلاث سوايع وانت كتسكرولي السوشيال ميديا ما داشي والو. ف so if you want to be productive I would say بدا بانك تبلانيفي، يعني تقول مثلا شنو بغيتي تاكل، بغيتي تولي هيلثي اوكي غناكل هادي الصباح هذا غنتقدى. اون فوا تشيك ديك الفكره ديال لا ان فيت انا بغيت الفاست فود ما فيه اللي طيب، تحرك ديك الساعات بلا ما تفكر واحد جوج ثلاثه اب وسير طيب الهيلثي فود ديالك، حيت دماغنا دغيا كيبغي يتريكينا ولا دغيا كيبغي يعني يدير الحوايج ساهلين باسرع طريقه ممكن. مره اخرى كنفكركم كيف ما كنفكر حتى راسي حتى انا، الوقت ماشي الوقت دايز فهذه كتبقى دونك سوا غتستغل داك الوقت اللي عندك وغدير داكشي اللي خاصك، غدير الخدمه اللي خاصك انك ديرها وبلا ما تعاود تاجل فيها كل مره، سوا غتسلسل وما غدير حتى شي حاجه، ما غديرش الخدمه اللي عندك ديرها وصافي غتبقى بحال داك الحال. انت خاصك تعرف واحد الحاجه انه حتى شي حد في هاد الارض مسوق ليك، سواء نجحتي سواء ما نجحتيش، سواء درتي شي حاجه في حياتك سواء ما درتيش، سواء ما درتي حتى شي حاجه، حتى حد مسوق ليك واش غتنجح ولا لا. لايك ليرلي في كوكب الارض حتى حد ما كيفكر او لما مسوق ليك نقولوا واش غتنجح ولا لا. even your parents you know like حتى حد you are the only one اللي خص يهمك انه واش غتنجح ولا لا، هو فقط انت ضد هاد الكوكب او هاد العالم. فحبس انك تكون ضد راسك على والو، انا كنحاول دابا نفعك، كنحاول انه مثلا نوضك ونحلك عينيك ونفيقك، انا باغيه لك الخير، فعلاش انت ما تبغيش الخير راسك وتنوض ودير داكشي اللي خاصك دير. انتو محتاجين اي مساعده كندير دي سانس دو كونسلتينغ لاي واحد فهاد، الا بغيتيني نعاونك في اي حاجه بغيتي لايك تو لايك تعطيني ديكاسيون ولا كواك سو سوا في اي دومين، اي مشكل عندك سوا في القرايه سوشيال لايف، نخلي هاد النمره اللي متكلفه بلا سيونس دو كونسلتينغ. يلا تاوز هذه كانت الفيديو ديال اليوم، نتمنى عجبتكم.